صباح الخير عن جديد. دايما عم نسمع انه في اشخاص بتعاني من قلة التركيز او ما بتعود تستوعب مزبوط وحتى ما عنده قدرة للحفظ، ومنبلش من الولاد اللي ببلشوا بالمدرسة يعملوا عوارض ان كان بالHDHD او ADD وكتير غيرها اللي بتبين على كبر وبتأثر على حياتهم وشخصيتهم. معنا بالاستوديو جوزيف شليلة اللي هو بروبروغرامر دي سيرفو او مختص باعادة برمجة العقل او الدماغ. أيوة. وهذا التايتل بالتحديد بدنا نحكي عنه. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ الحمد لله كلك زين. يعني دائما بس نحكي عن التركيز، نحكي عن الاستيعاب، عن الحفظ، كل حدا بيقول لك انا عندي مشكله بالتركيز، بيقول لك انا ما عم بقدر ركز او ما عم بقدر يكون عم ركز على شغلي بس انا راسي غير مطرح. وهيدي قصه كثير مهمه ان كان بالحياه الشخصيه او بالحياه كمان العمليه، وبتبلش من واحد من عمر صغير. انت قطعت بهذه التجربه، خبرنا شوي باول ما بلشت انت وصغير، كيف لاحظوا عليك اهلك او انت لاحظت انه عندك هيدي المشكله، وشو تطورت وكيف تطورت توصلت لليوم تعرف مزبوط بالتحديد كيف تتعامل معه؟ هو بلشت معي لما كنت صغير بالمدرسه، كنت لاحظ على حالي اني ابطا من رفقاتي لما انقل عن تابلو. حط مجهود تقدر انجح، لكن كنت حس انه في عندي مشكله. بعمر 16 سنه قلت لهم لاهلي انه عندي مشكل تركيز واستيعاب، مش عم بقدر بقى استوعب ولا عم في احفظ. بياخذوني عند حكيم. الحكيم قال لي، هو حكيم راس، قال لي ما بيك شيء، هي بتروح مع الوقت. بس صار الوضع من سيء لأسوأ. بعمر 19 سنة أنا سافرت على كندا وبلشت نبش على إشياء حتى حسن حالي، ساعد حالي. كان في هون كتير كرات تنعطى وبعرب تنعطى، مثل يوغا، مثل رفليكسولوجي، مثل ميتاسيون، ليكتور رابيد، وإلى ما لا نهاية يعني. صرت أخذ كرات، درست 139 تكنيك حتى حل مشكلة الحفظ والتركيز اللي عندي. بالحقيقة هودي ما ساعدوني بهالمشكلة هاي، بس ساعدوني حل مشكلة الديبريسيون اللي كنت عملت أكثر من مرة ديبريسيون، لأنه هي المشكلة بس تكون في ضعف بالتركيز بتصير نفسية بعدين وبتأثر على كل شيء. بعمر 30 سنة في حدا كان يعني بيحكي على التلفزيون بأمريكا أنه أنا عندي هاي المشكلة، عم بيحكي كأنه عن مشكلتي أنا. رحت لهونيك وحلت المشكلة، بس انحليت جيت صرت جرب أعمل المستحيل حتى أعمل بروغرام للولاد. ما كنت عارف أنه في ناس كتير عندها هاي المشكلة. بعدين من أيلول 2000 إذا بدك لغاية هلأ بعطي الدورات للولاد الصغار للتلميذ بالمدارس، وبعملهم مش لحالهم، بيكونوا بحضور أهلهم. هي دورة كيف الواحد إذا عنده مشكلة بصوته، ما بده أورتوفونيست، ما بده بسيكولوج، كل شيء بده حدا يعمل له تمارين بحل المشكلة. هي تمارين للدماغ، هي تمرين للدماغ كرمال يتعود الشخص كيف. أيوة. شو التكنيك اللي لازم يعملها كرمال يستوعب. أيوة. أو يركز. وهذا يعني كمان بنمرن عقلنا بصير لحاله هو يعمل هيدي الشغلة مع الوقت. ليه الولاد بالتحديد عم نحكي ونحن بنعرف يعني قديه هيدي الشغلة بتأثر بالمدرسة، وعنا بالمدرسة يعني أوقات كتير ما بينتبهوا لها، بيقولوا هذا الصبي أو الولد أو البنت يعني منن أسكي قد غيرهم أو ما بيحفظوا قد غيرهم، ما بياخدوا بعين الاعتبار أنه في مشكلة تركيز أو استيعاب معقول تأثر على كبر كمان. يعني عنا المنهج نحن عنا بيعطوه للولاد كلهم مثل بعض، بيكون 30 شخص بالصف، عالم تستوعب بسرعة، عالم ما بتستوعب بسرعة، ولكن ما بتستوعب بسرعة بتروح عليه، بيصير أهله يا بدهم يجيبوا له أستاذ بعدين، يا بدهم يزيدوا عليه كمان درس زيادة بالبيت، والولد ما عم بيستوعب، في مشكلة تانية. أدي أهمية ننتبه على هول الأشياء من العمر الصغير؟ أكيد مهم كتير، بس نلاحظ على الولد أنه عنده مشكلة لازم نحلها قبل ما تصير مشكله نفسيه. متى صارت مشكله نفسيه، لو حلينا المشكله العضويه اللي عنده اياها بيكون في المشكله النفسيه، بيكون ديجا المشكله النفسيه هي وضع ثاني. شفت كيف؟ لانه بس نحكي عن تأتأة، بس نحكي كمان عن يمكن مشاكل هايبر اكتيفيتي، توحد، بيروحوا اكثر على النفس، ولكن مش كله كمان بيصب بالنفس. هلا التأتأة اجمالا الاورتوفونيست بيعمل كل الفرق. شفت كيف؟ بس إذا الإنسان عنده مشكلة تركيز، إذا إنسان بتأتئ مش معناتها أنه ما بيستوعب شو عم بيقرأ. عالمين مختلفين. أنا عم بحكي هون إذا المشكلة بتكون تركيز. أوقات ناس بيجوا لعندي بيكونوا عندهم مشكلة تركيز واستيعاب بالمدرسة بس عندهم مشكلة تأتأة، بعدين بنصحهم يروحوا يشوفوا أورتوفونيست بدون يكملوا بعض، بدون يكملوا. إيه أستاذ جوزيف، مثل ما ذكرت 139 تقنية لتقوية الدماغ،
كمان من بيناتهم في الاشياء اللي كمان درستها حضرتك اللي هن القراءه السريعه، البرمجه العصبيه او بروغراماسيون نيورو لينغويستيك، ريفلكسولوجي العلاج بالتنفس والاكسجين، اليوغا التداوي بالاعشاب، العلاج بالموسيقى وبالاصوات والالوان. هول كلهم بنشوفهم كمان ويلنس اذا بدنا نقول، واحد كرمال يكون عم بيطور حاله، يمكن كمان يفوت بمحل يعرف كيف هو بيفهم على حاله، ما يعصب، يخفف الستريس والى ما هنالك. كمان في عندك المديتاسيون بكل انواع اللي هن التامل اللي عم نعرف اهميتها شوي شوي، وكمان في عندك الميثود دو سيلفا وتايتشي وغيرها وغيرها. يعني في عندك العديد من الاختصاصات اللي كمان هول كلهم بأول الدماغ بطريقة معينة. خبرنا أكثر عن أهمية تقوية الدماغ عند حيلا شخص معين. أهمية تقوية الدماغ أول شيء لما الواحد ليك الواحد يوصل لأي شيء على بيرفورمانس عالي بده يتمرن، مثل الرياضة، مثل الموسيقى، مثل المطرب، مثل أي إنسان تاني. نفس الشيء الدماغ لما الإنسان منعلمه، الواد منعلمه كيف بيقوي دماغه، بيقوي تركيزه، بيقوي استيعابه، بتقوى ذاكرته. مش بس بيصير بالمدرسة منيح، قصة المدرسة بتنحل منها لحاله. الأهم من هيك إنه بالحياة بيحس حاله وبيصير فوق مستوى الباقيين، بيصير مميز بكل شيء بيعمله، لأنه عنده قدرة يستوعب أكتر من غيره، يعني سابق غيره بمسافة. بمجال التعاطي مع الناس بيقدر يضبط أعصابه أكتر، بيقدر إذا أي شيء صار بيشي لعطاير مثل بيقولوا باللبناني، عنده بيشوف الأمور من كل جوانبها مش من جانب واحد. من هيك أوقات بتشوف بالحياة وبالمدرسة لما كنا صغار في تلاميذ شو ما عملنا ما فيها نلحقهم، ما فيها نلحقهم، ليه؟ أهلهم علمون إشياء تانية. وبالحياة في ناس قد ما نتمرن ما فيها نوصل لهم، لأنه هني ممرنين على إشياء تانية من هني وصغار، ديجا جهازهم العصبي مهيئ إنه يكون هيك. هذه النظرة كمان كل شخص كيف بينظر للقصص، وقت يكون في عنا مشكلة في أشخاص بتنظر لها للمشكلة بطريقة، أشخاص بينظروا لها بطريقة تانية لأنه عندهم هذا الاستيعاب اللي بيقدروا يشوفوا الجوانب اللي بيقدروا يتحكموا فيها ما بيقدروا يتحكموا فيها. ودايما بيقولوا لما نكون عم نحكي عن التركيز، التركيز بيروح لما نفكر بأشياء نحن ما بنقدر نتحكم فيها، أو لما نكون عم نفكر بأشياء مش موجودة قدامنا أو ما بنقدر نحصل عليها، أو نفكر بأشياء ماضية أو أشياء مستقبلية ما بنعيش باللحظة الموجودة. شو أهم شيء كرمال نكون نحن عم يمكن نمرن حالنا؟ يعني هي خبرية نص ساعة أوقات بنهار، ولكن بدها كمان شغل على فترة طويلة. لا هو التمارين بس يجوا يكونوا بالدورة بحضور الأهل، وبيجوا معهم كمان للأولاد أخوتهم اللي ما عندهم مشكلة، لأنه هي مش بس تحل مشكلة ولد، هي دي حتى كمان الولد اللي ما عنده مشكلة يتقدم يتطور، لأنه اللي بالأول 54 بالمدرسة بده قدرة استيعاب شيء، وبالجامعة بده قدرة استيعاب شيء تاني. هي بالدورة بينعمل تمارين مثل تمارين الصوت، الأهل بدون بالبيت بيعملوها 5 إلى 10 دقائق مع الأولاد على 30 يوم. ليه 30 يوم؟ لأنه الدماغ البشري بيغير العادة اللي عنده إياها هوني، كيف بيحفظ، كيف بيدرس، كيف بيقرا، بده بين 21 و30 يوم. 5 دقائق 10 دقائق بالنهار على 30 يوم، ديجا دماغه تغير، صار يحفظ بطريقه مختلفه، صار سيستم نيرفي تبعه كله صار جديد. بعدين اذا بدهم اولادهم يجيبوا 15/20 يمرنوهم مرتين بالجمعه، بده يجيب 12/20 مره بالجمعه، او يمكن منهم بحاجه بقى يمرنوهم، هالشيء بيرجع له الولد كمان هو بيطور حاله بحاله. يعني هذا اللي بنحكي عنه بتطوير الذات، نحن ما عم نحكي بس لحل مشكله معينه، ولكن لنرفع من مستوى الولد او طريقه تفكيره وطريقه استيعابه. نحن بمجتمع بالنهايه كمان مختلط كثير، يعني نحن لازم يكون عندنا قدره استيعاب معينه كرمال كمان نقدر نحل المشاكل. ومثل ما ذكرت حضرتك هي بتجر لبعدين، ما لنا بس خبريه مدرسه وعلامات، هيدي الشخص تفرق معه. خبرنا عن حاله قطعت معك كمان، شفت تغير من حاله معينه بعد فتره، من بعد دورات معينه، من بعد تمرين معين، شفت 180 درجه غير شخص. ليك التغيير بيصير سور بلاس اول شيء. هلا انا من النوع بس واحد ياخذ دوره عندي ويروح انا ما بتلفي ولا بسال شو صار، بس لما بيجي والتغيير بشوفه على وجه الوالد بعد ساعه ونص تقريبا واهله موجودين، اوكي الموضوع بالنسبة لي انتهى هون. هلأ سابت أوقات التقيت بناس بعد ما بيقولوا أخروا الدورة عندي وفي ناس تلفنوا لي، إيه حسوا بتغيير. مثلا في
في ولد مثلا عنده مشكلة كان الصبح انه هو يضبط اموره، يمكن لانه كان بالمدرسة عنده مشاكل وما عنده هالحماس يروح على المدرسة، كان بده مين يوعي. لما اهله مرنوه لفترة معينة صار يروح لحاله، يوعى لحاله، يحضر اكله، يحضر اغراضه، صار انشط، اوعى، افتح، حتى بيعمل هو سبور اكوتي مدرسة، صار احسن حتى بالسبور. والأهل حتى شهدت، أحد الأهل قال إنه عم بيدرس كان موسيقى، والموسيقى حس إنه عم بيستوعبها بسرعة أكتر. يعني تغير كل شيء بحياته، كل شيء. مش بس بالمدرسة صار يستوعب أكتر، ولكن صار كمان يستوعب أكتر بالرياضة، بالموسيقى، بكل بحياته العادية، بكل شيء، بكل يوم، بكل شيء. طيب هلأ الأهل اللي عم يحضروا يمكن يكونوا ما بيعرفوا إذا أولادهم عندهم هيدي المشكلة أو لا، ونحن عم نسمع كتير يعني الولاد عم ببلش كتير في مشاكل من هن وصغار، والأهل عم بجربوا يقفرون كرمال ما تمد. شو لازم ينتبهوا الأهل أول شيء لما يشوفوا أولادهم كرمال يعرفوا إذا في مشكلة استيعاب وتركيز؟ ليك الولد بيكون عنده مشكلة، أو أي إنسان عنده مشكلة تركيز، استيعاب، حفظ، بطء بالقراءة، إذا كان مستوى أوطى مستوى رفقاته بالصف أو أوطى مستوى معدل الصف. يعني إذا إنسان عنده مشكلة بالمدرسة بده يكون يا بيقرأ ببطء، يا أما ما بيستوعب شو عم بيقرأ، بيقرأ وبينسى، بيقرأ 3 مرات ما كأنه قري ولا مرة، أو بيقرأ 3 مرات وغيره بيكون قري مرة واستوعب وقت بعضهم. إيه هيدا هون بده شوي دفش بالبداية، حتى مثل ما قلت قبل إنه حتى المشكلة ما تصير مشكلة نفسية، لأنه هون المشكلة الكبيرة. مثل ما صار معي أنا. هو هون بدي أسألك كمان عن تجربتك الشخصية، يعني منعرف نحن الولد بيكون بمشكلة تنقل استيعاب، ولكن بس يشوف حاله ما عم يستوعب مثل رفقاته بيحس حاله لحاله، بيصير هو يكون عنده مشاكل ثقة بالنفس، كمان انخراط بالمجتمع وإلى ما هنالك، وحضرتك عشتها، خبرنا عن المشاكل المعقول تكون كمان تداعيات هيدي الحالة بالتحديد. أول شيء بيصير في تنمر على الولد، أنا الحمد لله ما صار معي تنمر، ما صار علي تنمر. بيصير عنده فشل بكل شيء، بيصير عنده ذهنية الفاشل، يعني بيصير يقول أنا ما رح بكل شيء، مش بس بهالشغل. أوقات بيصير عدواني الولد، لأنه إذا عم بيقصر بمحل وأهله بيقولوا ليك أخوتك كيف، ليك ابن عمك كيف، هو بده يصير عدواني، بده يبين حاله أنه هو مهم بشيء، بيعمل مشاكل. أوقات يمكن ينحرف، بعرف شو عم بحكي، أنا مرق علي كتير ولاد، عارف شو عم بحكي. أهم شيء أنه لما بيلاحظوا على الولد عنده مشكلة معينة لازم يبلشوا يعالجوا المشكلة، ولأنه عندنا مشكلة كبيرة بمجتمعنا خصوصا هي التليفون. الولد اللي بيقضي 4-5 ساعات على التليفون، ما موجات دماغه انضربت موجات التليفون، عصب عينه كمان انضرب، ما بقى يشوف هيك، صار يشوف هيك. هيدا لازم يعني أول شيء تخفف التليفون تنحل نص المشكلة، ويشوفوا حل للولد وفي حلول للولاد. 100% هذه يمكن ما بناخذ لتداعياتها، ولكن التليفون من أخطر الأشياء اللي بتخفف من تركيز الولد، وخاصة لما يكون بده يدرس وحده التليفون وعم بيصله نوتيفيكيشن وكل شوي قطش الدرس، أو حتى التلفزيون أوقات، يعني في عنا عدة عوامل بتخلي الشخص يفقد تركيزه، وهم نشوفها عند الكبار كمان. يعني كتير أشخاص بيقولوا أنا تركز مزبوط بدي طفي تليفوني أو حطه على جنب ما أطلع فيه، لأنه كل ما يرج بدي أطلع، كل ما أحس وصلني شيء بدي أطلع وبفقد تركيزي هون وبطل باللي كنت عم بشتغل فيه. كمان في عنا يعني عنا كتير مشاكل ADD و ADHD اللي هن كمان بيركزوا على الانتباه والأتنشن، وعم نشوفها عند الكبار. في عمر معين نقدر أو نبطل نقدر نستوعب، ولا فينا بحي الله عمر نقدر نعمل دورات ونقوي دماغنا ونوصل لمطرح أنه نرجع نستوعب؟ بحي الله عمر، هي قصة تمرين. مثل واحد صوته مش حلو، إذا بلشنا بعمر 70 مرنوا صوته بصير صوته حلو بعمر 70 ونص. إذا نبلش نمرنوا صوته بعمر 70 سنة 73 بصير صوته حلو. يمكن بده شوية وقت أكثر، بس بيرجع بيوصل للنتيجة ذاتها، ومهم هو يكون بده يغير. مزبوط. في حالات عم بتشوفها كمان، في عالم عم تيجي منا عارفة إذا هي عندها مشكلة استيعاب أو مشكلة تركيز، ولكن حاسة إنه في شيء غلط وبدها تعالج هيدا الموضوع، وبتطلع بالآخر في مشكلة استيعاب وتركيز. ليك بصدق لما الناس بتيجي لعندي أول شيء أنا بشوف الأولاد كلهم كيف بيصيروا بعد ما ياخد دورة ويتمرنوا على شهر بالبيت. يعني ما عندي حدا إنه هيدا عنده مشكلة.
بصير شوفه براسي انه هيدا انحلت مشكلته. وفي دايما جملة بقولها للأهل، ما عنده شيء الواد، موضوع عندي انا صار. هيدي هي قصة. يعني الولاد كله بينحل المشاكل، كله بينحل، بس بدنا شوية وعي من الأهل كرمال يكونوا عم بيعرفوا وين بدهم يواجهوا ولادهم. وبالنسبة للمدارس، هل عم بتشوف في تطور بالمناهج من طريقة معينة عم بينتبهوا على هول الأشياء، ولا بعدنا نحن يعني بعرف الأهل خلص بس يسلموا ولادهم للمدرسة بيطمنوا بينهم إنه المدرسة رح تاخذ اهتمامها بكل شيء، ولكن عم نشوف مشاكل نفسية عم بتصير بالمدرسة، المدرسة ما عم تطلع فيها، أو حتى أشياء توعوية لازم تكون عم بتصير للولد ما كتير المدارس عم تهتم. هل عم تشوف مع التطور والتقدم في تغيير بهالنقطة بالتحديد؟ لكن المشاكل برات لبنان شيء والمشاكل بلبنان شيء تاني. المشاكل بلبنان مشربكة مشربكة كتير. بعطيك مثل صغير، لما قص المدرسة بيكون مبلغ مرقوم بعراس الأهل أنه ابني لازم ينجح، ما بدي يكفي، نوع حاطه بمدرسة مرتبة لازم ينجح. يعني هيك بيفكروا، بس للأسف الأمور ما بتمشي هيك. إذا نجحنا الواد اليوم بعد سنة، إذا بالصف الواطي منه مخلص ما عنده البريروكي كيف بده ينجح بعدين، بعدين بتدف شو أكتر، بعدين خلص وصل لمطرح بقى في يطلع، وهي مشكله كبيره. مزبوط، ما هي منها خبريه بس يقطع صفوف، خبريه تستوعب شو تعلم بهيدي السنه كرمال يقدر يتعلم السنه اللي بعدها بطريقه منيحه، وبتنقل معه من سنه لسنه. اذا من اول سنه ما قدر يقلع مزبوط رح يكون عم بدفش كل الوقت. مزبوط. كمان جوزيف، بس نحكي كمان عن الدورات اللي معقول تصير للولد. هل بتختلف من ولد لولد حسب الحالة، حسب العمر، حسب يمكن الولد بحد ذاته كشخصية، أو كل الأشخاص بيعملوا تمارين معينة مثل بعضها وبيوصل للنتيجة ذاتها؟ كل الولاد اللي بيجوا بنرجع مثل تمرين الصوت، عم جرب اخلق شيء شيء معقول نستشبه فيه نعرف ناخده. في تمارين معينة بتنعمل. هلا 95% من الولاد تنحل معهم، 5% الباقيين رح أقول لك شو بيكون. بيكون المشكل له زمان مع الولد، أو صار في تنمر عليه، هو بنشتغل معه ربع ساعة برات الجروب حتى نقدر نحل هالمشكلة اللي عنده إياه. بس إجمالاً كل شيء بيتزبط، إلا إذا الولد عنده مشكلة عضوية، مشكلة طبية بده يشوف حكيم. إذا كهرباء بالراس ما في، أنا أخله أنا مش حكيم، بدي عند حكيم يعدل له كهرباء الراس، بعدين بنشوف شو فينا نعمل معه بحضور أهله. المشكلة يمكن كمان اللي عم نشوفها جوزيف إنه الأهل ما عم بيعرفوا وين يتوجهوا. يعني بس يشوفوا في مشكلة معينة عند ابنهم يا دغري بيحطوه عند بسيكولوج أو بياخدوه عند طبيب نفسي أو محل معين، ولكن الطبيب نفسه وقت ما بيقول لهم إنه لا هيدي الشغلة ما بتنحل هون، يمكن بدها شيء معين تاني. الأهل شو لازم يعملوا بهيك حالات؟ يعني كيف بدهم يعرفوا وين بدهم يتوجهوا ومع مين بدهم؟ أنا بالنسبة إلي لما نحن منروح عم نعمل أنا مش يبقى نحلها، إذا بجلس اثنين ثلاثة ما نحلت ليه تنكفي. بس أوقات الأهل بيكون ما عندهم خيار تاني، بيقولوا بعدين ممكن تزبط. شفت كيف؟ أنا برأيي لازم اللي عم بيسمعني بصدق بتوجه له إنه القصة منها هالقد كبيرة. إذا ما في مشكلة صحية، القصة ببساطة بدها تمارين للدماغ مثل الصوت، مثل الجسم، بده جيم، ما بده بسيكولوج. ولازم نبلش من عمر بكير، أحسن للولد وأحسن لألنا. ليك بس نحس بالمشكلة نجي. وحتى في ناس بيجوا ما عندهم مشكلة أولادهم بس بدهم يطوروا حالهم، بده يطور حاله الولد. حتى الأهل بيستفيدوا. لو مثلا تنفترض الأم بتشتغل سكرتيرة أو البي محامي، ما هو بس يبلش يقرأ بسرعة ويستوعب بسرعة ويركز بسرعة، هو يوفر وقت وصار عنده أفانتاج على غيره بالوظيفة، ما بقى يكبه برا. مزبوط، وهو بيكون مرن حاله بدون ما يكون عارف أنه عم بيمرن حاله، وبيوصل ليستوعب حيالله شيء بالمجتمع ما وقفت بس على شغله. نفس الشيء مع الأولاد، ونفس الشيء كمان عن عمر كبير. جوزيف بدي أشكرك كتير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. بالختام شو بتحب توجه رسالة إن كان للأهل إن كان لحيالله حدا هو بيعاني من مشكلة تركيز معينة، شو لازم يعمل؟ يمكن يبلش خطوة صغيرة كرمال يبلش يطور حاله أو يوصل للنتيجة اللي بده إياها. يخفف التليفون أول شيء. كتير عنا بلبنان مشاكل ورا التليفون كتير كتير، لأنه في أولاد بيقعدوا على التليفون فوق 15 ساعة، في أولاد بيناموا مع التليفون. مزبوط. التليفون على راسه بينام. وعلم كمان بتكون عم تحضر شيء على تليفونه بتلاقي غفية توعى تاني نهار بعدها مكمل الفيديو. أيوة. فهول لازم نهتم فيهم كتير. وقفوا التليفون وبعدين يشوفوا حدا بيقدر يفيدهم لأولادهم
كل شيء بينحل. كله بينحل. كله بينحل بس نعرف شو بدنا نعمل وعند مين نتوجه. مرسي كتير لك جوزيف شليلة. مرسي لك. لو بروغرامر دو سيرفو. أنا هذا التايتل كتير حبيته لأنه عن جد كتير أشخاص بدهم يفهموا على حالهم، بدهم يعرفوا كيف يشتغل دماغهم ويمرنوا بالطريقة المضبوطة وبتسهل كتير بحياتهم. مرسي كتير لك جوزيف. وإن شاء الله بمقابلات لاحقة بنحكي أكتر كمان عن هالموضوع. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد بريك قصير.